السلام عليكم، وعليكم السلام. كيفك يا خالد؟ الحمد لله. شو وين بدنا نشوفك في المختبر؟ وجاهي؟ إن شاء الله بكرة. هلا انت موعدك الأصلي متى؟ موعد الأصل من 3 للـ6 بكرة. خلاص ممتاز، إذا بكرة عندك موعدين، يا 8 لل 11 يا لل 11 للتنتين. نروح اجي 11 تنتين لانه سفر صعب على الثمانية خلص زي ما بدك. ان شاء سجل، الله. دخلت على الفورم وسجلت. طيب ممتاز. خالد، بدي أبلش بموضوع المفروض أنا بديت فيه من قبل، اللي هو الستيننج، موضوع الستيننج. بعرفش تبعت معي في التسجيلات السابقة. للأمانة كنت أنا كثير مضغوط بشغلة الميديكال والمواد هاي، فما درست ما حضرتش الريكوردات. كانت النية بكرة أحضرهن قبل ما أجي على المختبر عشان يضل المعلومات فريش. هلا اذا بتحب هلا تبع معي، هذا مش رايحين ناخذه بكره، اللي بدي هلا بدنا ناخذه الاسبوع الجاي، بس بفيدك ان شاء الله لموضوع بكره. المعروف عن البكتيريا، الخليه البكتيريه حتى اشوفها تحت المجهر لازم اعملها ستيننج. هي اصلا الخليه البكتيريه كلرلس. شو يعني كلرلس؟ مش ملونه. حتى اشوفها تحت المجهر لازم اعملها ستيننج. هلا طرق الستيننج اللي رايحين نعملها بكره، رايحين نعمل شيء اسمه سيمبل ستيننج، تلوين حتى نشوفها منيح، وبعدين الاسبوع الجاي رايحين نعمل شيء اسمه جرام ستيننج، اللي هي نوع بنسميه ديفرنشال ستين. ديفرنشال ستين، وفي شيء هذا طبعا شرحته، هذا شرحته وهذا شرحته، سيمبل والجرام. إذا بتحب تبقى تدخل وتشوف الشرح. الآن النوع الثالث اللي هو بدي أشرحه اليوم، اللي هو سبيشال ستين. سبيشال ستين هذا مبين من اسمه، هو خصوصي لإيش؟ إلا إنه بيعمل لي مثلا للكابسول ستين. في بعض أنواع البكتيريا، هاي الخلية البكتيرية مثلا يكون حواليها سيل ممبرين، سيل ممبرين، وبكون كمان في حواليها إشي اسمه سيل وول، وهذا بيكون ثيك. بعد هذا اللي بالأحمر هيك سيل وول. هلا في بعض أنواع من البكتيريا عندها بالإضافة لهدول في إشي بنسميه جلايكوكاليكس لاير، هذا اللي بدي أحطه في الأزرق هيك، جلايكو كاليكس لاير، جلايكوكاليكس لاير. هذه الجلايكوكاليكس لاير عبارة عن إيش؟ من إيش مصنوعة؟ من بولي ساكرايدز. بولي ساكرايدز سكريات زائد أمينو أسيدز، أحماض أمينية. لا هو في العادي الخلية البكتيرية هي نيجاتيفلي تشارج، شحنتها سالبي. أما الجلايكوكاليكس هذه شحنتها صفر، زيرو تشارج. طيب أنا بدي أشوف الكابسول، بدي أعمل تلوين للسلايد أو للشريحة اللي بدي أحضر منها البكتيريا هذه، وأشوف الكابسول هذه مثل الجلايكوكاليكس إذا كانت مرتبة بهذا الشكل، arranged well arranged. شو بنسميها الجلايكوكاليكس؟ بنسميها كابسول. وإذا كانت هيك مثلا، هاي الخلية البكتيرية والجلايكوكاليكس اللي حواليها مش مرتبة عفشيكة هيك، ها هذه بنسميها سلايم لاير، بس هم نفس المادة. جلايكوكاليكس أو بوليسكرايز مع أمينو أسيدز. بس أنا شو موضوعي؟ بدي أشوف الكابسول، كابسول ستينينج، بدي أعمل ستين خصوصي مشان أشوف الكابسول. هلا ما دامها زيرو تشارج، أنا عندي اللي في المختبر موجود عندي نوعين من الستينز، two types of stains in my lab، مختبري. سبقتين، واحدة basic stain اللي هي شحنتها موجبة، وفي عندي صبغة ثانية اسمها acidic stain
شحنتها سالبة. هلا هذا دول بدي استخدمهم مشان اشوف ايش الكابسول. هلا شو اللي راح يصير معي؟ فرضا هاي الخلية البكتيرية هيك، الخلية البكتيرية حواليها الكابسول، والكابسول كلرلس بس ما بتتلون الكابسول لأنها ايش؟ زيرو تشارج، بس الصبغات اللي عندي انا بوزيتيف ونيجاتيف. هلا هون شحنتها سالبة، إذا بتلاحظ هون شحنتها سالبة. لأن شو اللي بعمله أنا؟ بجيب الأسيد ستين وبحطها عليها. هلا بصير تنافر ما بين مين ومين؟ بين الشحنة السالبة هذه والشحنة السالبة اللي هون، فشو بتلون؟ خلينا نعملها بالأحمر. بتلون الباك جراوند هون. إشي من برا، اللي برا بتلون، لأنه بصير تنافر. هاي تلون الباك جراوند. بضل علي إشي مشان أشوف هذه زي هالي أو هالو لايك، زي الهالي حول القمر. بدي ألون الخلية البكتيرية نفسها، فبستخدم إيش؟ بيزك ستين بوزيتيف مع نيجاتيف تتلون بالأزرق، تتلون الخلية البكتيرية كلها. لما تتلون الخلية البكتيرية بوزيتيف مع نيجاتيف، توضح المسافة اللي ما بين هاي الستين وهاي الستين، هذه اللي بشو بتكون الكابسول. فهو حقيقة ما بقدر أقول إنه أنا بلون الكابسول، هي indirect staining للكابسول. أنا شو اللي بلونه؟ بلون الباك جراوند، بلون الخلية نفسها بدون الكبسولي. الكبسولي هيها ما بتتلون لأنها zero charge. طيب دكتور، تفضل. كيف المادة بتوصل تمرك من خلال الكبسول؟ هي منفذة، أوكي؟ الكبسول بتنفذ الكبسول بس ما بتلونها. تمشي من خلالها، بتلون الخلية البكتيرية بس ما بتتلون الكبسول. يعني خلينا نقول هيا اللون الأزرق، بضل مر هيك، بمر من خلال مين؟ من خلال الكبسولة، وبلون الخلية البكتيرية بس ما بترك أثر في مين؟ في الكبسول. طب ليش؟ زي ما حكينا ليش؟ زيرو تشارجد. زيرو شارج. يعني لو مررت أنت البوزيتيف بتمشي بوزيتيف، بضلها ماشي هون، بتلون الخلية بس ما بتترك أثر هون، ما بتتلون الكبسول. لأنه لو بتتلون معناته شو؟ بتكون charged. وضحت؟ تمام. طيب هلا هذا البرنسبل. هلا بنشوف البروسيجر. البروسيجر سهل جدا، بس خليني احكي شوي عن الكابسول نفسها. شو بتفيد الخلية البكتيرية؟ لاحظ لهذه الرسومات هون اللي حكيت عنها انا قبل شوي. لما تكون هذه الجلايكوكاليكس حول الخلية البكتيرية بشكل مرتب بنسميها كابسول، اما لما بتكون irregular ولوزلي اتاج بنسميها سلايم لاير. بس اثنين زي ما حكينا ايش؟ جلايكو كالكس. هلا شو بفيد الخليه البكتيريه نفسها؟ هلا لما تعرف انه في عندك كابسول بكتيريا، معناته هذه اعرف انها هاي البكتيريا باثوجينيك. شو يعني باثوجينيك؟ ممرضة. بالضبط، باثوجينيك تسبب مرض. كيف؟ هلا هذه لما تدخل على الجسم عندي او عند اي شخص ثاني، هلا هذه بتستخدمها كوسيله تو ادهير. ادهير انا بتلزق او بتعمل اتاتشمنت، ادهير اتسلف تو تيشو، على النسيج في داخل جسمي او جسمك او اي جسم تدخل عليه. هاي وحده. هلا كمان بتستخدمها ايش؟ از انتي فاجوسيتيك. انتي فاجو سيتك، مر عليك التعبير هذا الانتي فاجو سيتك؟ إنها بتهرب من الماكروفيجز والمونوسايت. بالضبط، ممتاز. يعني ضد البلعمه. نفس الشيء بتهرب من مين؟ does not recognized by antibodies. antibodies يعني الاميون سيستم بتعرفش عليها. ليش؟
لانه عندك في جسمك زيها البوليساكارايدز هذه، فبعتبرها كانها زي هوست، يعني كانها نسيج من نسيجه. بتحط لهي الاسباب الثلاثه اذا بتستخدمها مشان تلزق، وانتي فاجوسيتيك، وبتهرب من مين؟ من الاميون سيستم. هلا ممكن هي نفسها الخليه البكتيريه تستخدم السلايم لاير او تستخدم الكابسول as a source of nutrients and as a source of water، استخدمها إلي. أما إلي ما بتستخدم، ما بستفيدش منها كل ولا شيء، بالعكس هي إيش بتسبب لي زي ما حكينا؟ بتسبب مرض. هذه الفكرة الأساسية. هلأ كيف أعرف إنها الخلية البكتيريا هذه عندها كابسول؟ بالنظر، إذا بتطلع على صحن البكتيريا، لاحظ هون، إذا بعمل تاتش للكولونيز with this inoculating loop، هذه شو بتعمل؟ تمغط ميوكويد، ميوكويد هاي دلالة على إنه هذه الخلايا البكتيرية مالها كابسوليتد، كابسوليتد. هذا بالنظر، أنت لما تشوف إشي بمغط هيك ميوكويد، شو بتعرف؟ إنه هذه لو عمل سلايد معناته راح تبين معي كبسول، كبسولي. هلا خلايا ثانية كيف تعرف إنها ما عندهاش كبسولة؟ اعمل تاتش لهون مثلا، تمغطش، أو مبيني خشنة، تمغطش معناتها إيش؟ بتكون نون كابسوليتد. هلا شو الخلايا البكتيرية اللي ممكن يكون عندها كابسول؟ زي هدول اللي بسببوا أمراض في الرئة أكثر شيء، كليبسيلا نيوماني، ستريبتوكوكس نيوماني، اند باسيلاس انثراسيس، هدول كلهم عادة عندهم كابسولز. هلا بيجي دور اني كيف اعمل سلايد وكيف اشاهد اندر مايكروسكوب الكابسول. هذا كله شرحته، لاحظ هون هذا كله حكيته وهذا حكينا، بس خلينا هون. هلا خلينا نعمل السلايد، البروسيجرز تو فيجوالايز ايش الكابسول. اذا البروسيجرز تو فيجوالايز كابسول، بعيد بكرر كمان مره انه انا الكابسول مش راح الونها، بس بدي اشوفها. شو بلون؟ بلون البانك جراوند المحيط أو الخلية نفسها. والخلية نفسها، بتبين المسافة اللي بينهم عاد مش ملونة، هاي بتكون ايش؟ الكابسول. اوكي؟ طيب شو اللي راح اعمله اول شيء؟ الخطوة الأولى take a cleaned slide، cleaned slide، هاي cleaned slide، وبجانب على الحفة تقريبا بحط نقطة صبغة هيك، ها هذه drop of acidic stain، acidic stain اللي هي شحنتها شو؟ سالبي. اسم الستين اللي رايحين نستخدمها كونغو ريد، حطيت نقطة الستين هون. هاي مزرعة البكتيريا مثلا، باللوب باخذ لي شوية كولونيز، وين بروح؟ باجي هون بحط الخلايا هون، بعمل حركة هيك up and down، فبتسقط الخلايا وين؟ في داخل الستين هذه. وبعدها شو بعمل؟ بجيب حفة سلايد ثاني using another slide، طبعا هذا كله مصور موجود في صور في داخل chapter هذا. هاي سلايد، another slide، بحفة السلايد هذا برجع هيك، وبعدين بعمل حركة هيك ثانية. إذا هاي الحركة الأولى، برجع رجوع، بعدين اثنين بروح للأمام. فشو بتصفي معي؟ بتصير عندي إشي بنسميه، لاحظ هون، تنتشر الصبغة، تعمل إشي اسمه thin layer، أو اللي هو سمير. النتيجة هي هون،
كمان مرة هاي السلايد، وهاي الخلايا مبعثرة هون مفروشي، مفرودي بواسطة حفة السلايد الثاني، وخلي لتت تو دراي حتى يجف، بده 1 minute to dry. هلا لما يجف let it to dry it takes about 1 minute. هلا شو ثلاثة، شو النتيجة عندي؟ إشي بنسميه cold fixed، هلا بوضح كل شيء. سمير شو يعني؟ أنا عملت إشي اسمه سمير. سمير means thin layer، بدي أبعثر الخلايا thin layer of bacterial cells. وهذه الخلايا لما تتبعثر هيك الستين شو بتعمل فيها؟ بتعملها killing، كلد. إذا الخلايا البكتيرية كلد. شو كمان؟ مع الوقت، مع الدقيقة هذه لما جفت adhering بتمسك adhering of cells with the slide، تمسك. هلا ما استخدمت الحرارة هون، عشان هيك بسميها هي cold fixed smear، طبقة خلايا thin وما استخدمت الحرارة، cold fixed smear. هلا لو بدي اروح تحت المجهر بديش اكمل، فرضا اني بديش اكمل، بطلع تحت المجهر شو بشوف؟ بشوف الخلايا البكتيرية هيك هيك، وبس شو اللي ملون؟ الباك جراوند هون. بس هذا بنعتبره هذا اللون الأحمر اللي هون كأنه مش لون، يعني كلرلس، بس شو اللي ملون هون؟ الباك جراوند. هلا بضل عندي الخطوة اللي بعد هذه، إني ألون. طبعا هون زي ما اتفقنا إنه نيجاتيفلي تشارج، هاي نيجاتيفلي تشارج. هلا بدي ألون هذه الخلية البكتيرية بلون أزرق، هذه بدي تكون الباك جراوند لون أحمر، والخلية البكتيرية بدي ألونها بلون أزرق. بدي أمسح هذا كله، أبدأ بداية ثانية. لاحظ، إذا هذا السمير، المفترض إيش تكون هون عندي؟ الخلية البكتيرية هيك، هاي الخلية البكتيرية مش ملونة. شو اللي ملون؟ فقط الباك جراوند هون هيك بالكونجورد او بالاسيديك ستيم لهون هيك، احنا تمام. هلا هون نيجاتيفلي تشارج زي ما حكينا، دائما الخليه البكتيريه نيجاتيفلي تشارج. شو بدي اعمل هون انا؟ بدي اقول هلا اذا بحط ستين ثانيه بدي الون هون، بتخرب مين؟ الكبسول. فأي مادة بحطها، لو أحط مي كمان أو أحط ستين تاني، بتخرب الكابسول. بدي أعمل خطوة to fix capsule، بدي أعمل هون إذا fixation for capsule. هلأ بنشوف كيف capsule using acid الكحول لمدة قديش؟ for about 15 seconds. إذا هذا السلايد شو بغطيه؟ صب كفر with acid الكحول. هلا acid الكحول شو راح يعمل؟ هلا هون شو في عندي أنا؟ المفروض إيش؟ بولي ساكرايدز في الكبسول، بولي ساكرايدز زائد
أسيد الكحول تفاعل، كأنه بده يصير في تفاعل كيميائي. الكحول بصير في عندي بريسيبيتيت راسب كومبلكس معقد معين بغض النظر ايش هو، تفاعل ما بين الاسيد الكحول والبوليسكرايز، فبتترسب الكبسولي، يعني بضلني محافظ عليها مهما اضيف بعدها اي مواد ما بتتاثر الكبسول. فهون عملت انا اشي اسمه كيميكال فيكسيشن فور كابسول يوزينج وات اسيد الكحول. فاذا ما ضفتها انا وكملت بتروح الكبسول. واذا لو اني استخدم هون، خلينا قبل الحكي قبل الفيكسيشن، لو بدي استعجل مثلا بدي اجفف السلايد بسرعه، لو استخدمت الحراره التجفيف شو بصير؟ تخرب الكبسول، بتدوب بتطير، بصير لها ديهايدريشن مع الحراره، زائد انه بصير فيه بابلز، هذه صبغه مع الحراره بصير تعمل بابلز، بصير تفكر انها هي كبسولات. فاذا اني اعمل بالحراره غلط واني ما ثبتش الكبسول غلط. فكيف بدي اثبت الكبسول مشان ما تتاثرش في اذر كيميكالز؟ بضيف ماده اسمها اسيد الكحول لمده 15 دقيقه، عفوا ثانيه، فراح يصير ترسب للكبسول وبتثبت. فهيك عملت شيء اسمه كيميكال فيكسيشن فور كابسول يوزينج وات اسيد الكحول. هلا بعدها بضل في عندي اسيد الكحول بشيله، ووش يوزينج تاب ووتر هون مشان تو ريموف الاكسس اوف اسيد الكحول. شلت الاسيد الكحول، هلا صفت هون الكبسوله موجوده والستين موجود، هذه الباك جراوند، بس الكبسوله محافظ عليها مهما اضيف مش راح تتاثر. بعد هذه الخطوه اد او كفر ذا سمير وذ اسيد فوكسن، بدي اكتبها بلون اخر، ها اسيد فوكسن او فوشن، في ناس بيلفظوها فوشن، وهذه شو بوزيتيفلي شارج ولونها مبيني ازرق. شو هذا راح الاسيد فوكسن وين بدها تروح تتفاعل مع مين؟ مع الخليه البكتيريا، مع السالب، وتلون هون يصير هذا اللون شو كله ازرق. اذا هذه تقريبا لون منت. بعدها ووش with tap water، مية حنفية عادية tap water مشان نشيل الصبغة الزايدة. فأصبح عندك هون أنت الباك جراوند ملونة بإيش؟ بأحمر، والخلية البكتيرية نفسها ملونة بإيش؟ بأزرق. اللي بينهم شو بده يكون؟ ملون يا خالد؟ المفروض لا، بس دكتور كنت اسالك هسه، احنا تفضل. لما ضفنا الاسيد الكحول وصار عندنا بريسيبيتنت، طب ليه نكمل؟ مش المفروض بين عندنا هيك الكبسول؟ لا بتبينش، ما هي كلرلس اصلا، قصدي حتى مش لو بتبين هيك انها كتل؟ لا ولا كتل ولا شيء، بس خلص هيك بضلها كلرلس بريسيبيتيتد، بس الكومبلكس بضل كلرلس اللي تكون، بمعنى بريسيبيتيت يعني انها ثبتت، خلينا نقول مش معنى كتل انه ثبتت المين الكبسولي. اه خالد فهمت بتحط عليك، اه فهمت. تمام. هلا اذا صار في عندك هون لون وبرا لون، اللي بينهم مش ملون زي الهالي اللي حوالي القمر، بعض مرات بتشوفها، فهي بتشوفها مش ملونه. خليني افرجيكم صور حقيقيه الها. لاحظ هون عندنا، لاحظ هاي الباك جراوند ملونه في الكونجوريد، والخليه البكتيريه مبينه عصويه، تعرف شكلها باسيلس، والاشياء البيضه هاي شو هي بدها تكون؟ هاي الكبسول. هلا في طريقه ثانيه مشان اوضح الكبسولي اكثر واكثر، نفس البروسيجر بعملها،
لا خليني احكي لكم عنها شوي. لو بدي احسن من رؤيه الكابسول اكثر واكثر واكثر من هيك، شو بعمل؟ هذا السلايد اللي عليه السمير، وعملت له ايش؟ فيكسيشن، كولد فيكسيشن. هاي السمير، لان قبل ما اعمل كيميكال فيكسيشن وذ اسيد الكحول، هاي الطريقه بسميها جوي لونجز ميثود. هاي ايش؟ شو وظيفتها هاي جوي لونج ميثود؟ تو امبروف فيجواليزيشن، بس مش رايحين نشتغلها، اوف كابسول. بتبين الكابسول اوضح كيف. هاي السمير كولد فيكست سمير، بس without اسيد الكحول، ما حطيناش الاسيد الكحول. شو اللي بعمله؟ بضيف انتي بوديز، بشتري انتي بوديز لمين؟ اد انتي بودي فور كابسول، فراح تتفاعل الانتي بوديز هذه الاجسام المضاده مع مين؟ مع الكابسول. شو بتعمل فيها؟ لما تتفاعل مع الكابسول بصير سويلينج للكابسول. لما يصير السويلينج بتبين اوضح. اذا هون الفيجواليزيشن بيكون فيجواليزيشن امبروفمنت، تحسن الفيجواليزيشن اكثر. لما يصير سويلينج بتبين اكثر. بعدها بتكمل ايش تعمل انت بعد الانتيبوديز؟ تعمل كيميكال فيكسيشن، كيميكال فيكسيشن يوزينج اسيد الكحول. بعدها بتكمل بتضيف، طبعا بتعمل ووشنج لمده، طبعا اسيد الكحول لمده 15 ثانيه. بعدها بتضيف اد اسيد فوكسن اللي هي اللي شحنتها موجبه، فبتتلون في الداخل وبتكون هون اوضح الكابسول. هذه نسميها جويلونجز ميثود. لاحظ هون، هي في طريقة موجودة وبالرسومات طبعا كله. هذه شفناها، لاحظ هون، طبعا هذه أول شيء الرسومات. لاحظ هون without اللي هو الانتيبوديز، لكن لما تضيف الانتيبوديز شو بصير؟ تنفخ أكثر، فيجواليز. طبعا هاي صورة حقيقية، هاي without، شوف الكابسول مبينة بس مش مرتاح انت الها كثير، لكن لما تضيف الانتي بوديز شوف كيف بتصير، تصير اوضح. اذا هي مشان تحسن رؤيه الكابسول، جويلونج ميثودز تو امبروف ذا فيجواليزيشن اوف كابسول. هلا البروسيجر اللي حكيتها كلها موجوده اذا بتلاحظوا هون خلال صور، وبعيدها هيك على السريع. لاحظ انت بتجيب نقطة الكونجوريد وين بتحطها؟ near the edge of the slide. هي حطينا الكونجوريد اللي هو الأسيديك ستين. بعدين بجيب البكتيريا هون، ناس هي في اللوب، هي حاطط اللوب البكتيريا هون، حطها وبرجع عليها رجوع بحفة سلايد ثاني. والخطوة اللي بعدها ثلاث، ببلش أتحرك في الاتجاه المعاكس هيك وبفرد. لاحظ، فصار عندك هذا السمير، بخليه تايجف. وبعدين اذا بدي استخدم الجولنج ميثود بحط انتي بوديز، بس طبعا مش رايحين نستخدمها. بدي اعمل شيء كيميكال فيكسيشن، بثبت الكابسول، بضيف اسيد الكحول، بصير فيكسيشن للكيميكال فيكسيشن فور ذا كابسول. بعدها بلون بسكندري ستين او ستين ثاني اللي هي بوزيتيف ستين اللي هي اسيد فوكسن، بتلون للخليه البكتيريه لمده دقيقه، وباخر شيء بتبين معي بهذا الشكل. فهي الباكي جراوند ملونه والخليه البكتيريه ملونه، بس ما بينهم لاحظ الهاله هذه مش ملونه، اذا هي الكابسول. هيك اكدت انه الكليبسيلا مثلا لما تمغط باكدها بسلايد اندر مايكروسكوب. كيف يا جماعه؟ واضحه الامور؟
ممتاز. تمام. انا بديش اثقل عليكم، كنت بدي اشرح الاندوسبور بس بقول بكفي. اذا بتحبوا بكره ممكن او بعد بكره بدخل في زوم كمان، ادخلوا عليه بشرحه كمان مره اللي هو الاندوسبور، وبنزلكم اياه طبعا. هذه الشرح اليوم بنزلكم اياه بعد شوي. دكتور طبعا بكرة في محاضرة طبيعي صح؟ من 3 لـ 6 إلكتروني. لا ما في، ما في؟ لا لا ما في، تمام. من الثلاث لست إلكتروني ما في، بس المحاضرات اللي حاطها أنا هذه ممكن تحضروها. خلاص تمام، يعطيك العافية. الله يعافيكم. في أي استفسار قبل ما أترك؟ دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا، مين معي؟ مروة صباح. مروة، أهلا وسهلا يا مروة، تفضل. دكتور أنا من شعبة يوم الثلاثاء، فبس ما بقدر أنزل على نابلس إلا يوم واحد في الأسبوع اللي هو يوم الخميس، عشان بكون عندي مختبر تاني. عاد لو جيت حوضت في شعبة من شعب الخميس. ماشي، وين انت بدك تيجي؟ اي شعبة شعبة؟ 8. شعبة الثمانية. بس ديري بالك، هلا هذا الخميس بدنا نمشيه عادي احنا، بس الاسبوع الجاي احتمال ما يكونش فيه خميس، كيف يعني؟ يعني بجوز ما نعملش يوم الخميس شعب وجاهي، بس احد واثنين وثلاثة واربعة. تمام ماشي. على كل ان هذا الخميس انت تعالي وبنشوف كيف بنفكر في الموضوع. خلص تمام، يعطيك العافية. ماشي الحال. بدك شيء؟ اسرع علي. لا لا ولا شي دكتور. طيب ماشي، إذا بنشوفكم في الوجاهة. جيتي على الوجاهة يا اسرع ولا بعدك؟ لا أنا بعدني اخترت يوم أربعة. يوم الأربعاء. أهلا وسهلا، بنشوفكم معناته. يلا إلى اللقاء. مع السلامة. سلامات.